أولى فقراتنا لليوم رح نروح فيها مع النجاح والتفوق وكيفية الوصول لمرحلة النجاح والتفوق والاستمرار فيها. كثير بنسمع عن مدارس المتفوقين وكثير بنسمع عن الانتساب لها من قبل طلاب الشهادة الإعدادية، لكن شو هي شروط القبول وشو بيميز مدرسة المتفوقين عن باقي المدارس؟ هالمعلومات رح نحكيها أكثر ورح نطلع أكثر، رح نتناقش فيها أكثر مع الدكتورة سبيت سليمان مديرة البحوث في وزارة التربية. صباح الخير دكتورة، أهلا صباح وسهلا النور، فيكي. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور. بالبداية خلينا نعرف مدارس المتفوقين من أي مرحلة وإلى أي مرحلة بتستقبل الطلاب؟ أولا يعني حابة أنا أحكي شوي عن موضوع تاريخ المدارس المتفوقين أولا، بالإضافة إلى أنه الاهتمام بالمتفوقين بشكل عام في الجمهورية العربية السورية وزارة التربية نبع من عام 1998، ذلك أن قامت بفتح مجموعة من المدارس على مساحة القطر، وهذه المدارس لها أهمية كبيرة كونها تعنى بالقدرات العقلية، ذلك أن القدرات العقلية هي أصبحت من أهم الاستثمارات التي يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، ذلك أن الاقتصاد المعرفي اليوم هو أهم أنواع الاقتصاديات التي يمكن أن يعتمد في أي بلد من البلدان، بسبب أن هذا الاقتصاد هو يشكل هو يعني بمعنى أنه لا ينضب على الإطلاق، يكون وخاصة إذا كان متوفر في القدرات البشرية ضمن البلد، لذلك كان الاهتمام بهذه المدارس اهتمام كبير وانتشار على مساحة القطر في كل مدرسة واحدة، لكن في عام 2012 أيضا صدر قرار بأن يتم التوسع في هذه المدارس أيضا في مناطق الريف، لكن الأحداث التي حدثت في الجمهورية العربية السورية لم يتسنى لوزارة التربية أن تعمل على افتتاح هذه المدارس في بعض الأرياف. نعم دكتورة، كيف بيتم الانتساب إلى مدارس المتفوقين؟ شو هي الشروط؟ يعني فيه أي طالب يدخل وينتسب إلى المدارس ولا؟ وأيضا في عدد محدد لازم صح؟ طبعا مدارس متفوقين إلى معايير وإلى تعليمات ناظمة وإلى شروط أيضا، كونها هي بالأصل تعنى بالتفوق أي بالقدرات العقلية العليا، ولذلك هنالك بعض الشروط: أن يحصل الطالب على 90% من مجموعه العام من مجموع الدرجة النهائية للتحصيل الدراسي لديه، أن يكون حاصلا على 90% في هذا الشرط أساسي. أيضا الشرط الثاني أن لا يكون لديه أي رسوب في أي صف من الصفوف، وأن يكون يعني بالنسبة لأقرانه بنفس العمر تماما، ذلك أن شرط العمر وشرط العلامة وشرط عدم الرسوب هم 3 شروط أساسية للدخول إلى هذه المدارس. أكيد. خلينا نحكي على شو اللي بيميز مدارس المتفوقين برأيك، وآلية التدريس على شو بتعتمد؟ طبعا مدارس المتفوقين كونها تعنى بالقدرات العقلية لابد أن يكون لديها طرق وأساليب وتدريس يختلف عن باقي المدارس، أو طرق التدريس هي بحد ذاتها تختلف، لأنه عندما تتعاملين مع طالب متفوق هو يفرض عليك مجموعة من الإجراءات يعني الإجراءات التي يمكن أن يتقيد بها المعلم، من خلال أن الطلاب المتفوقين دائما هم يعني دائما يعني بنشوفهم أنهم سريعين الفهم، سريعي الإدراك، لديهم الإدراك عالي جدا، وبذلك هم لا يستطيعون أن يحفظون بطريقة البصم والحفظ والاستذكار، هذه الطرق بالنسبة لهم تعتبر تدعيهم إلى الملل وبالتالي إلى الضجر خلال الإلقاع الصفي، لذلك وجدت هذه المدارس لتعتمد على الطرق الاستكشافية والطرق تنمية المهارات التفكير العليا لدى هؤلاء الطلبة لكي يتسنى لهم عملية الاستقراء والاستنتاج من خلال عملية التعليم ضمن هذه المدارس. تمام دكتورة، كيف يعامل الطالب يلي تراجع بدراسته خلال سنة الدراسة؟ هو حدا متفوق ولكن لظرف ما تراجع بالدراسة، كيف تتعاملوا معه؟ كيف الطريقة لحتى يمكن تتساعدوا مع الأهل وتساعدوا مع الطالب لحتى يسترجع؟ شكرا على سؤالك، وكثير سؤال مهم جدا. دائما بيقول المتفوق انهم ما بيحتاجوا لمساعدة، ما بيحتاجوا لإرشاد، ما بيحتاجوا، ما عندهم مشاكل.
مشاكل، على العكس تماما الطالب المتفوق عنده مشكلاته وعنده همومه وعنده أشجان، وحتى بطريقة الدرس عنده أشجان، لأنه ممكن معلم معين ما كتير يستسيغ طريقة الدرس، يعني طريقة أعطاء الدرس مع هذا المعلم، فبالتالي يسبب لديه إرباك. لذلك هنالك وجد الإرشاد النفسي والاجتماعي في هذه المدارس لمعالجة جميع المشكلات التي يمكن أن يتعرض لها الطلبة، بالتعاون طبعا مع الأهل بالدرجة الأولى. كثير نحن بنشوف أنه الطلاب المتفوقين يعني هم يحتاجون إلى اهتمام أكبر. لماذا هذا الاهتمام؟ كونهم يعني بتحسي الطالب يعني إحساسه كثير يعني حساس، إذا بيتعرض لأي انخفاض بأي درجة من درجاته العلامات يسبب له مشكلة كبيرة جدا، على غير ما يتعرض له بعض الطلبة إذا كان نقصه كذا علامة ما كثير مشكلة عنده، لكن الطالب المتفوق جزء من العلامة ممكن يأثر على نفسيته، وبالتالي نحن بنكون كثير حريصين على هذا المنحة أيضا. بالإضافة لأن طرق التعامل، يعني هلا لما أنت بتتعاملي مع طالب ذكي، مع طالب متقد يعني بالذكاء بالحماسي، بيعطيكي هو أفكار، يعني احنا طلابنا هن بيعطوا افكار، بتشوفي الطالب صف سابع عم يخترع شيء معين، عم يقدم افكار جديده، بتشوفي من خلال المشروعات اللي بيقدموها الطلاب المتفوقين، ما بتحسي حالك انت امام طالب، بتحسي امام يعني حاله تعليميه عاليه تماما. وفي فعلا في منهم علماء، لكن هذا يحتاج الى صقل وصبر واستثمار واعتناء بهذه القدره التي تدعو، يعني هي نقطه بدء في مجال الابداع والابداع التطور عند هذا الطالب. لذلك هنالك مجموعة من الإجراءات تقوم بها وزارة التربية للاعتناء بهؤلاء الطلبة. أكيد. خلينا نحكي عن الامتحانات القبول للطلاب، كيف عم تكون الأسئلة؟ هل هي أسئلة ثقافية عامة ولا هي أسئلة من كتب المدارس؟ طبعا انا حابه اقول نقطه هون وبحب اوضحها للاهل، انه نحن التحصيل الدراسي هو جزء اساسي من عمليه الاختبار. ليش؟ لانه انا ما معقولي اني انا 6 سنوات من الصف الاول للسادس امحيهم للطالب واعتمد على بعض الاسئله. نحن هذا جزء، لانه فينا نعتبر التحصيل الدراسي هو عامل اساسي من عوامل الذكاء، هو أحد العوامل الهامة التي يمكن أن يرتكز عليها عملية الإبداع وعملية الاستقراء وعملية الاستنتاج. لأني أنا 6 سنوات الطالب عندي هو مبدع، هو يعني متفوق، ولذلك أنا هذه 6 سنوات لابد من أخذها بعين الاعتبار وأخذ الدرجة النهائية لها، لكي تكون لدينا يعني محصلة من ضمن المحصلات التي يمكن أن يعتمد، إضافة للاختبار الكتابي. الاختبار الكتابي هو صراحة من الكتاب، ولكن هنالك 30 علامة للقدرات العقلية. هذه القدرات العقلية تعتمد على الاستقراء والاستنتاج وطريقة التفكير، طريقة التفكير، طريقة ربط العلائق مع بعضها البعض، وهذا ما يتمتع به المتفوقون أيضا. يعني حتى تستطيع تميزي طالب متفوق من، لابد أن تطرحي عليه بعض الأسئلة التي تتعلق بالقدرات العقلية، وهنا من هنا نستطيع نحن يعني أو نعتبرها ركيزة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها اختبار المتفوق. تمام. دكتورة، مؤخرا صدرت نتائج لطلاب مقدمين على مدارس المتفوقين وما نجحوا أو ما نقبلوا بالمدارس وصار في اعتراضات، خلينا نوضح الصورة، خلينا نعرف شو صار. اللي صار هو صراحة أنه علامة الاختبار هي موضوعة من 100، يعني إحنا بنكتبها من 100. عندنا علامة الاختبار تبع مدارس المتفوقين والنتائج السابقة بالمدارس العادية. نحن في عنا تماما محصلتين، عنا الاختبار بالإضافة للدرجة النهائية للتحصيل الدراسي. اللي بالمرحلة الثانوية صار الإشكالية اللي صارت أنه يعني هي بالأصل من ألف، لأنه نحن العلامة النهائية الدرجة النهائية هي 3100. هذه العلامة تم الحساب الاختبار على أساس 100 وليس الألف، وهنا حدثت الإشكالية. وطبعا هي الإشكالية فنية صراحة وليست لديها أي يعني فنية تماما، يعني بدل ما يجمع بألف جمع بمية، وهون كانت الإشكالية. وشو الترتيبات؟ الترتيب أعيد الوضع كما كان، وتم الجمع القبول من ألف مباشرة بنفس خلال ساعات تماما تم تصحيح الموقف. أكيد. خلينا نحكي لك عن دكتورة بالختام نصائح لجميع الطلاب اللي انقبلوا بمدارس المتفوقين، شو بتحبي تقولي لهم؟ طبعا بحب أقول لكل الطلاب بشكل عام أنه التفوق مانو يعني مسألة كتير صعبة. أنا بتمنى من جميع الطلاب المتفوقين، يعني هم بيعرفوا حال المتفوقين وعندهم
قدرات يعني أنا بحسها عالية جدا، لكن أنا بتمنى يكون التوجه لكل الطلاب قديش نحن فينا نكون متفوقين. يعني فكرة المدارس المتفوقين هي فكرة بداية أساسية إنه كيف أنا بتجه بالتعليم بجودة التعليم إلى أن يصبح لدينا كل الطلاب متفوقين. التفوق يعتمد بنقطة أساسية على عملية الفهم الإدراك الجيد، يعني الإدراك الجيد هو بحد ذاته بيعطيني استيعاب جيد، الاستيعاب الجيد بيعطينا تحليل جيد، هذا التحليل الجيد أنا ممكن أعتمد عليه في طريقة الاستنتاج والاستقراء وتركيب المعلومة. لذلك أتمنى من جميع الطلاب أن ينحوا مع زملائهم نحو التفوق، وأتمنى للطلاب المتفوقين أن يحتفظوا بهذا التفوق وأن يكون نقطة ارتكاز للانطلاق نحو الإبداع والابتكار. يعني التفوق هو هدف، لكن نحن هدفنا أكبر من هيك، هدفنا تنموي، هدفنا اقتصادي، هدفنا قديش نحن فينا ننهض ببلدنا. يعني هي الطلاب نحن ما بهمنا العملية التعليمية إذ لم يكن لديها آثار على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية في بلدنا، لأن التعليم هو الثمرة الأساسية والكنز الثمين لهذا البلد، وأي بلد من البلدان لا يمكن أن ينهض ويرقى باتجاه الرقي الصحيح إذ لم يكن لديه علماء. العلماء هم الثروة الحقيقية التي يمكن أن تنهض بها الأمة، وأنا أتمنى لبلدنا ولطلابنا فعلا أن نعتمد على هذه الثروة، وهم أيضا أن يسخروا ويستثمروا هذه الطاقات التي لديهم في تنمية بلدنا. ويعطيك كيف يعطيكي ألف عافية. وكمان نحن بدنا نقول أهم شيء يمكن كمان الدعم النفسي، يعني ظروف الحرب يلي مرقنا فيها وكورونا، اليوم طلابنا كتير بحاجة إلى دعم نفسي يلي هو بجانب التعليم، وشفنا بالاعتراضات يمكن تم أنصاف الطلاب وقبولهم بالطريقة الصحيحة. شكرا كتير لحضرتك دكتورة ولكل الجهود يلي عم تبذلوها من أجل تطوير التعليم والتفوق دائما. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك دكتورة. مثل ما قلتي ليا، بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي قديناها واللي عشناها، بس عنا طلاب وأعداد كتير كبيرة متفوقين، وأكيد بنفتخر فيهم. نتمنى لك كل التوفيق دكتورة. شكرا لك.